فضيلة الشيخ عطية صقر، ما الحدود التي يسمح بها الإسلام للمرأة في التصرف في مال زوجها؟ خلاصة الحكم أن تصرف الزوجة في مال زوجها إما أن يكون في مصلحة البيت أو في غير مصلحته، فإذا كان في غير مصلحة البيت فلا يجوز التصرف في ماله بغير إذنه، فإن فعلت كان الأجر له والذنب عليها، اللهم إلا في اليسير ككسرة خبز لفقير محتاج، وهنا يكون لها نصف الأجر. وإن كان التصرف بإذنه كان له ثواب على هذا المال الذي خرج منه، وكان لها أجر مثله لأنها ساعدت على هذا الإنفاق. أما إن كان التصرف لمصلحة البيت فإن كان بإذنه فلا حرج، وإن كان بغير إذنه فإن كان البيت محتاجا وهو ممسك بخيل كان لها أن تتصرف بغير إذنه بقدر الكفاية المعقولة. وبهذا التوضيح يمكن فهم النصوص الواردة في ذلك، ويمكن التوفيق بين ما هو تضارب منها. ففيما جاء في التحذير من الإنفاق بغير إذنه جاء حديث أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفيما جاء في الإنفاق اليسير بغير إذنه حديث البخاري ومسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وفي الأخذ من ماله بغير إذنه لمصلحة البيت إن قصر جاء حديث مسلم لما شكت هند للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسيك، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقول النووي في شرح صحيح مسلم: الإذن إما صريح أو مفهوم من العرف والعادة، وهذا إن علم رضاه لاضطراد العرف ولسماحته به، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيحا وعلم ذلك من حاله أو شك فيه لم يجز التصدق إلا بصريح إذنه. أما تصرفها في مالها الخاص فلا يحتاج إلى إذن من الزوج ما لم يكن هناك شرط أو عرف معروف أن مالها أو بعضه يكون للأسرة، فلا بد من تنفيذ الاتفاق والمؤمنون عند شروطهم، والله أعلم.